ازيكم، مرحبا بكم. مواعيدنا من كل جمعه العوامه، الليله جمعتنا مختلفه شويه، وبدايتها حقول لكم لما كانت السيده الراحله الله يرحمها الشاعره الحرم بنت عبد الاله لما جابت ولد الاول وحبت تشكره. وزمان طبعا السيدات هنا اللي بيكتبن الشعر وهنا اللي بيشكرن الرجال. قالت له الصافي ذهب الخزانه، الدوله ام فوت سيد بكانه، لما وصفته بذهب الخزانه. الليله حديثنا عن الذهب، وافتكر كثير من السيدات وحتى الرجال لانه الذهب كمخزون استراتيجي. الحلقه دي بتهمهم كثير. مرحبا بكم كثير، ورحبوا معي بضيوفي الكرام، اهلا بكم كثير. نرحب بالسيده الموجوده الوحيده معي، السيده هويدا بشير، استاذه اختصاصي نفسي، اهلا بيكي. الاستاذ عباس احمد الحاج، الباحث المعروف، الله يبارك فيك، تسلم ان شاء الله. السيد عاطف احمد عبد القادر، خبير اقتصادي وخبير متخصص في اقتصاديات الذهب، اهلا بك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله، السيد عثمان الحاج عبد الله سايق، الله يبارك فيك. الفنان الليله ما مفصول خالص عن موضوع حلقه الليله، واحد من ابناء الاسر الكبيره المعروفه باسر الاسر المعروفه بتجاره الذهب، محمد تبيدي، ازيك؟ تسلم. والفرقه الانيقه خلفك، اهلا بكم كثير، تسلم، وجمعتكم سعيده ان شاء الله. محمد رايك شنو نبدا معك؟ جدا ان شاء الله. مصيرك من مصيري يا غدر، عمري وسنيني يا ميري، من مصيري يا غدر، عمري وسنيني يا ميري. Thank you.
العمر أيام تجري مش حرام نحيا وبدون العمر أيام تجري مش حرام نحيا وبدون العمر محمد. لقدام نجي نشوف انت خروجك من مسار التبيدي شنو، لكن مبدئيا كده صوتك ذهب. شكرا. تسلم. بداية سيد عاطف خلينا نتكلم عن انه ليه الذهب ده هو اهم واحد، يعني في معادن تانية اهم من الذهب واغلى منه، لكن هو يعني في الاعلى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا له للسودانية 24 لاستضافتها. حقيقة سألتينا السؤال ده وانت مرتبطة، لأنه الذهب مرتبط بالمرأة، والمرأة دي طبعا هي المكمل الأساسي للرجل، وهي زينة الحياة طبعا. المعدن الوحيد اللي له حب وله شغل عند الإنسان إن بيكون عند المرأة له الذهب. يعني في زي ما قلت في معادن اخرى غاليه ويعني قيمتها عاليه جدا، لكن ارتباطها على ارتباطها بالشهره قليل، ما زي الذهب، لانه الذهب اساسا موجود طول ما توجدت المراه وجد الذهب، عشان كده دي قيمته، لانه المراه ذات قيمه يعني لا قيمه يعني. تسلم. استاذه هويدا، فعلا الكلام ده صحيح، انه في مقوله بتقول انه المراه والذهب وجهان لعمله واحده زي ما ذكر استاذ عادل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالبدء بشكر قناه السودانيه 24 على استضافتها لي. فعلا طالما ذكر الذهب ذكرت المرأة، والذهب زي ما قال الأستاذ إنه من أكثر المجوهرات انتشارا يعني، فالذهب مرتبط بالمرأة يعني، وفي السودان يمكن هو نمرة واحد يعني، يعني المرأة مثلا في السودان ما بتلبس ذهب زي مثلا أقل شوية، أو مثلا قيمة أقل شوية، فالذهب مهم جدا بالنسبة للمرأة يعني، اللي هو يعتبر مكمل لأنوثتها لحياتها. صحيح. الحاجة دي بتقودنا أستاذ عباس لسؤال أفتكر مهم جدا، ممكن كثير من الناس بيكونوا عارفين الحاجة دي، الآثار القديمة، أي آثار قديمة موجودة إذا كانت في حضارتنا إحنا وفي حضارات أخرى، الذهب عنصر أساسي حتى في إكسسوارات الملوك. في البدء يعني شكرا لقناة 24 بتفتح مجالات يعني برامج دقيقة جدا ولإبراز المعلومات عن كل شيء سوداني. الحقيقة الذهب في السودان منذ بدء الخليقة، واسم السودان نفسه أرض النوبة، النوب هو الذهب، يعني أرض النوبة هي أرض الذهب. وأول من عرف الذهب في الدنيا هو سيدنا إدريس، وسيدنا إدريس هو نبي أهل السودان، أول ما عرف الذهب، أول ما عرف الفضة، أول ما عرف الحديد، كل المعادن سيدنا إدريس هو العرفة يعني، وبعلم الله سبحانه وتعالى. صحيح. عشان كده في تاريخ السودان القديم بنجد الذهب مذكور كثير جدا. أولا في علم الفلك مذكورة المرأة ذات الكرسي، وفي صورة لو أخونا هشام عرضها علينا يمكن تقتدي الصورة أوضح. المرأة ذات الكرسي دي اللي هي زوجة ملك الحبشة، والحبشة طبعا هي السودان. الحبشة الآن دي هي اسمها كان أبسينيا، اسمها تغير من أبسينيا إلى الحبشة سنة 1935 في عهد الأمبراطورها إلى ثلاثي. المرأة ذات الكرسي اللي هي زوجة ملك الحبشة
هي الحقيقة متزينة وجالسة على هودج على كرسي ومحننة والحنة من جهة تانية، لكن في برضو بنت ملك الحبشة اللي هي اسمها أندروميدا واللي هي فاطمة السمحة في الأساطير السودانية. أيوة. والأقاريق ما قالوا حقتنا، سبحان الله قالوا بنت ملك الحبشة وزوجة ملك الحبشة. بنت ملك الحبشة اللي هي أندروميدا مربطة بسلاسل من الذهب، وهذه أسطورة إنه أمها كاسيوميدا ذكرت قالت إنه بنتها أجمل ما خلق الله، فتأمروا عليها وربطوها بسلاسل الذهب على صخرة عشان يجي يفترس التنين. ودي نفسها في الأساطير السودانية فاطمة السمحة. أيوة. والمرتبط بها. أيوة. الذهب يعني في السودان هو البداية لكل العالم، يعني بداية كون النساء في الدنيا يتزينوا بالذهب دي من الحضارة السودانية. عشان كده بنجد أجمل الذهب المنقوش الآن في العالم اللي هو الذهب السوداني بتاع الكنداكا، واللي هو موجود الآن في برلين، وطبعا سرقوا القصة الإيطالي المشهور، يعني القصة المعروفة. نعم القصة المعروفة. فالكنداكا كل الكنداكات اللي يجدوهم مزينات بالذهب كلهم، وبرضه يمكن في صور حنشوفها لاحقا لسه ما جهزت، واحنا جينا نتكلم عن نقوش الكنداكات. لكن انا عايزه اسال سيد عبد الله باعتبار انه هو سايق، هل فعلا الكلام ده صحيح انه نقوش السودانيه اذا كانت القديمه ولا لحد حسي هي من اجمل النقوش على الاقل في اقليمنا ده؟ والله تقريبا يمكن يكون اجمل الدقات السودانيه. حقيقه انا في المتحف في المدخل النائف في باترينا لقيت فيها سلسلة من ما قبل التاريخ. السلسلة دي لحد هسه موجودة بتصنع، يعني ممكن الناس يشوفوا في المتحف القومي في المدخل في باترينا في غرفة كده فيها باترينا، وبيجي لها يعني جمجمات بتاعت بشر. وهي هنا في باترينا، يعني مع بعض ما متناسق، لكن المهم منعنا موجودة إنه السلسلة دي في الباترينا سلسلة قديمة من يعني مكتوب عليها ما قبل التاريخ، والسلسلة دي هسي موجودة وبتصنع. هل النقوش دي أنتم بتتوارثوها؟ حقيقة يعني مسألة إنه أي سائق مفروض أو كل أسرة عندها نقوش محددة لا بتتوارثها؟ لا حاليا الذهب كل النقشات لأنه الشغل اتطور، يعني الذهب الميستو بالإضافة لما قالوا إنه ارتباطه بالمرأة، يعني إذا مسكنا الألماس الله أغلى منه وأقيم منه لكن قاسي ما بيتشكل، يعني داير تشلك حجر تشكل من الألماس داير منك مجهود ضخم جدا، لكن قطعة بتاع الذهب عشان تشكل منها يعني لوحة جميلة عشان تلبسها امرأة سهل معك. فدي برضو من لذة الذهب، يعني هذه الخاصية. أيوة. والصايغ الفني السوداني بالمناسبة خياله خصب جدا واسع، يعني نتذكر نحن بنصنع يعني الصناعي الفني السوداني بيتابع الموضات، ويعني يعني حتى اتذكر زمان لما هناك كان في طلعت دقة حاجة اسمها القوات المسلحة لما ظهرت، والدبابة برضو لما ظهرت. احنا حنجي للأسماء بتاعت الآي دي لاحقا. بالإضافة لشنو ابراهيم عوض خاتم وحاجة يعني ناي زي دي بتسموها انتو يعني ولا بيطلقوا على النساء؟ النساء هي ما هسي طبعا بقت قديمه كل ما ناي فتره بتظهر على حسب المرحله. ما ايوه تشكيل اشكال ثانيه، يعني ممكن أن نبدا معاي مما بدت ساحه، يعني هسه يقول لك ابراهيم عوض دي فتره بتاعت الزيرو بتاعت ابراهيم عوض. ايوه عشان كده بيطلقوا شنو الحدث الموجود في الساحه ومؤثر بيسحبوا تسمية صنعوا حاجة اسمها يعني غويشة اسمها عيون زروق، يعني وزير الخارجية الراحل المبارك زروق
وكان رجل يعني عيونه واسعة وجميلة. صحيح. وتصنعت غويشة واطلقوا عليها اسم عيون زروق. حس في زول ممكن يجي يطلب عيون زروق؟ والله طولت طولت لكن زروق يعني. ايوه اللي هي كان يعني كان مميز بعيون. يعني كان حي مميز الله عليهم. يعني يصدف تجي واحدة شايلة لها خاتم انت تعرفه ده عيون زروق تقول لك عاوزة زيه. وبعدين الصناعي زمان كان هواية للمهنة أكثر من إنها مهنة احتراف. يعني بيصنع تحفة على إنه يقولوا دي صنعة بالإضافة للعائد المادي المجزي يعني. بعدين أيوه. يعني أنا عايز أسأل أستاذ هويدة في إنه إحنا مرتبط عندنا الذهب ده يعني واحدة لما تجي مثلا من البداية من الزواج وحتى بيمشي لاتجاه بتاع بوبار كده إنه فلانة جابوا لها الذهب بالطبق وفلانة جابوا لها الذهب تقيل وكده. في الولادات برضو يعني السيدة اللي بتولد بيكون هديتها مثلا من زوجها أو من أهله خاتم ذهب أو سلسل إلى آخره. الارتباط الوثيق ده هل عنده علاقة بالأثر النفسي عند المرأة؟ فعلا لأنه الذهب زي ما قلت لك مرتبط بالمرأة يعني. فالذهب نوع من يعني نوع من المجوهرات الثمينة. طالما أنت مثلا جبت المرأة مثلا يعني الزوجة جاب للزوجة كويسة أو جاب لها مثلا خاتم معناه قيمة معناه رفع يعني يرفع من مكانتها يعني. فدائما في الأعراس البيت مثلا بيجيبوا لها ذهب كثير معناه زولة قيموها زولة مكانتها عالية زولة مثلا عندها وضع في المجتمع. ما بيجيبوا لها ذهب زي مثلا استخفوا بها أو حقروا بها أو كده. أيوه. رغم انه هسي الوضع يعني الوضع المالي بقى شويه صعب فالناس وعدت الحته دي يعني يعني ممكن مثلا الذهب ما يكون حاجه اساسيه بالنسبه للمراه يعني. أيوه. في الشيله يعني حسب امكانيات الرجل اذا عنده امكانيات جاب ما في مشكله اذا ما جاب. هل ده برضه عنده علاقه بتطور المراه ووعيها؟ اي هسي حاليا يعني المراه بقت متطوره وبقت واعيه جدا لانه عارفه انه مثلا امكانيات الزوج دي القيمة ما بالذهب محدودة. أيوة. القيمة ما بالذهب. صحيح. لكن برضو في النهاية يعني هي شيء نفسي كده إنه مثلاً لو جاب لها ذهب فبيكون أفضل يعني. أي. بيكون أفضل عادي. أفضل. أي. أي. بعدين يعني مثلاً المرأة لما يعني مثلاً لما تلدي تجيب ولا تقوم تجيب لها قويشة فبالنسبة لأهلها بيكون حاجة جميلة جداً إنه مثلاً رجل البيت قيمة البيت ما قصر معاها أداها حقها. صحيح. صحيح. احنا محمد وين يا جماعه؟ محمد عايزين نساله سؤال لكن كده خليه لحد ما يجي راجع يشرب لي مويه. سيد عاطف الحاجه دي بتخلينا نمشي في اتجاه ثاني. الذهب برضو غير قيمته حقه الزينه فيه قيمه ثانيه اقتصاديه. يعني كان من اشهر المساق احفظ مالك وما كان بتلبس يعني حتى الاسم مخطوط مباشر كده مع احفظ مالك. حقيقة طبعا الذهب ده لو رجعنا للتاريخ ومعنا المؤرخ الأستاذ عباس يعني حتى الغزو بتاع محمد علي للسودان عشان اثنين عشان الذهب والرجال. صحيح. يعني أساسا دي القيمة الاقتصادية المقصودة وهو الحمد لله يعني البلد دي ربنا حباها بالذهب ده. صحيح. ويعني سبحان الله يعني في اللحظة اللي اتفصل الجنوب واتأخذ البترول ربنا عوضنا بالذهب لكن بس المشكلة حاليا يعني بس التخطيط. يعني لو تلقى السياسة رشيدة وتخطيط سليم والله ما محتاجين لأي حاجة يعني الذهب. هل تصدق انه في تقارير احتياطي دارفور الليلة الخالقين فيها المشاكل دي قرابة 130,000 طن من الذهب؟ من الذهب تكفي السودان 55 سنة بدون أي 55 سنة؟ ده يعني حتى مع السرقات والتعدين العشوائي يعني انت ما تتخيلي دارفور دي فاتحين فيها مشاكل وبتاع وانا حبا وفتنة وبتاع. ليه؟ لأنه أساسا فيها ثروة وفيها مخزون وفيها خير. يا سلام. يعني نحن يعني إذا رشدنا وسياسة حكيمة وفعلا جبنا ناس واختصاص إنه يعني يخططوا تخطيط سليم ويقروا الحدث مش قرارات تكون سريعة وبتاع عشان إنه نعالج اليوم قرارات تكون على مدى. صحيح. يعني جد حقيقة أنا أقول لك يعني شوف هسه حاليا يعني الذهب ده نحن لما اكتشفناه في الصادر وكنا شغالين من الصدر كان كميته بسيطة لكن كان العائد بتاعه عالي. صحيح. الليل حاليا الكمية كبيرة والعائد بسيط. ليه؟ لأنه يعني ما في له التخطيط السليم.
عشان يحتووا الانتاج ده كله. أيوة. انتاجنا عالي والله. صحيح. يعني حاليا الليل انتاجنا لو يتعمل والله لا نخش في ازمه لا نخش بغطي يعني. ده كلام الخبر والله بغطي حقيقه الخبرة. يعني يعني الليله اي الانتاج الليله بس من الشماليه سيبك من الاطراف الثانيه يعني في كل مناطق السودان هو كله السودان. أيوة. كله الجنوب النيل الازرق الغرب الاشياء هنا الشرقه جبيت. أيوة. يعني كله بلدي بالمناسبه البحر الاحمر بالضبط بيننا وبين المملكه. ايوه اي بالنسبه الاحتياطي الذهب بيننا وبين يعني السعودية يعني بلاد الذهب. أيوة. وفي يعني حاجة مهمة جدا الناس قد استغربوا جدا كل الفتوحات الإسلامية كانت بذهب السودان. في عهد الدولة الأموية عبد الملك ابن مروان عنده 12 ألف معدن بيجمعوا الذهب من السودان ولسه احنا المنصور. أيوة. موجود. انا عايز اجل الحته دي بس بشكل موسع لانه احنا عندنا زمن قبل الفاصل. فانا عايزاك تتذكر لنا استاذ عباس في انه التاريخ القديم وما زال حسي ذكر استاذ عاطف. محمد انت اللي خلاك تمشي بعيد من الذهب شنو؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على رسول الله. اول شيء مساكم جميل ونهاركم جميل. سودانيه 24 تسلم. انا ما مشيت بعيد. انا يعني الاسره من قديم الزمان يعني تمتهن هذه اول الحرفه بتاعت الذهب. فحاولت اطلع منها فرجعوني تاني ل استاذ عاطف خلاص كشفك عندك محل. يلا دي الهوايه صح؟ الاثنين هوايات. الاثنين لا ديك زي ما بقولوا داك كار الاسره. ايوه خلاص نشوف الهوايه. نشوف الهوايه ان شاء الله. نسمع شنو حتسي. نسمع صبرت كثير كلمات التوم على التوم. تمام تسلم. Thank you.
عبير الشوق وانت الزوق عبير الشوق وانت الزوق عشان ألقى بديت أحلم عشان عينك رضيت بالهم انت هنا كما همي صلمني الليلة ما برنامج العوامة لليلة. الليلة حلقتنا بعنوان التبري وجمروه الحديث عن ثقافة الذهب في مجتمعنا مع ضيوفي الكرام أهل الاختصاص والخبرة والدراية والمعرفة، ومزين الحلقة بالتأكيد الفنان محمد تبيدي. سيد عثمان، أقول لك شيخ عثمان، أنا عايز أسأل، هل ممكن أي زول ممكن يبقى سائق؟ وشو شروط السائق؟ معليش، أول حاجة متأسف أنه كان مفروض أول شيء أشكركم على استضافتكم. تسلم. أنت جيت تدي شكر لنا. هذه الرحلة النيلية الجميلة. تسلم. برضو نشكر الأخ المشاهدين إنه سمح لنا إنه نطيل عليه. تسلم. إن شاء الله ما نكون يعني ضيوف يعني ثقيلين. لا لا بالتأكيد. والحقيقة الصايغ كونه يجي ويتعلم الصنعة ما كان بسهولة إنه يعني المجتمع يتقبله ما لم يتأكد إنه هو منه. ومنيات ومنطقة وأمان تشلو ويكون في ضامن له من الصاغة ذاتهم فعلا الناس زي الأهلو صغة، ولأن الصياغ كانت زمان هسه طبعا شوية توسعت والناس كترت، زمان كانت يعني محصورة زي ما قلت في أسر يعني زمان، وأنا أرجع لكلامكم إنه أنت وإنه يعني البوبار في الشغل في الصناعة زمان يعني الرجل المقتدر العريس المقتدر بيجيب الصايغ في البيت، يقولوا فلان جابوا لي الصايغ، يقعد في البيت يصنع جوا البيت مقاسات جوا البيت، يجيب السندالة ويجيب الناي في البيت. نحن يعني شفنا الناس اللي اشتغلوا الشغل ده، نحن حضرناهم
لكن ما برستيج يعني نحن ايوه فلان يا اولاد هذا وضع يعني صح؟ لحقنا حضرناهم هم في لكن ما حضرنا وقت بيجيبوهم ايوه لكن لحقونا انه فلان مشى للبيت فلان والعريس وشنو زمان طبعا الحجول والاسوره بتاعت اليد يعني الزمام والرشمة أيوة. الأشغال دي كانت يعني ده جزء برضو نوع من التفاخر المبال إنه فلان جاب الصايغ أو فلانة جابوا لها الصايغ لكن يعني الزول بينسجم في مجتمع الصياغة دي إلا يكون ذو الثقة بشروط محددة أيوة وطبعا الناس توسعت والصنعة كترت صحيح دخلت فيها طبعا الناس في كثيرين كايسين شغل انا حتى اسيب مجالنا في مجال الصياغه في خريجين الجامعه وفي صيادله شغالين صناعيه شغالين صياغ مش صناعيه ايوه صيادله في حملت ماجستير في يعني النايب بقت لا ما شيخ عثمان ده النظام التجاري يعني الدكاتره والمحامين دي التجار ما معتبروا الصاغه انتم زيكم الحرفيين أيوة. الناس اللي بتصنعوا بتنقشوا بتقبل أيوة الحرفي أيوة. ده لما يجيك يعني زول شغال معاك طبيب ولا صيدلي ولا انا اقول لك يا اخي ولدي ده او اخوي ده علمه خلاص المساله انفتحت ايوه صحيح ايوه فانا يعني ده كلامي انه الشغله لكن فعلا ما قدروا يستوعبوا الشغل اللي كان بيصنعوه الصناعيه الزمان زي زمان ايوه لكن هسي برضو جات في التطور اللي حصل جات ماكينات والماكينات هسي برضو خشت السودان والشغل اتطور يعني هسي في حتى يعني بعض النايم ممكن المرأة تشتغل فيه حاجة اسمها ترضيع الشمع لأنه بقت حاجة يعني سهلة ما زي زمان التصاميم كلها حاليا نسع أيوة. في الورش والمصانع جانب نسائي خريجين الفنون الديزاينر كله يعني موجود حاليا الليلة في المصانع وفي يعني بنات لأنه عندهم باعتبار أنه بقى دراسة أي لأنه عندهم ذوق وعندهم يعني وعندهم صبر يعني دائما بيطلع عن الحاجة الجميلة يعني الراجل ممكن يكون شوية كده بتاع وبضيف لي كلام أخونا شيخ عثمان ده إنه زمان الشرط الأساسي لأنه الزول عشان يشتغل المهنة دي وهي كانت ثلاثة بيوت يعني آل تبيدي وآل مسيك وآل عكود صحيح دي وفي مدرمان ملة أيوة. يعني ناس يعني أسر معينة معروفة الأسر دي لا حتى نحن أجابنا شنو بحكم علاقتنا وقربنا مع أسر التبيدي في النيل الأبيض دي خلتنا نحن دخلتنا المجال ده لأنه متداخلين معه أيوة. زي ما قال لك الشيخ عثمان الأمانة يعني ده الشرط الأساسي إنه زول ده يتعلم ويكون سايق يعني زكو جهة معينة إنه زول ده فعلا راجل نظيف لأنه كانت عملية بتاع الصيغة ما أنت بدوك دهب صحيح والدهب ده أي زول قدامه يعني لو ما كان عنده تربية وما كان أيوة. يعني بيقدر يعني صحيح بس إضافة لكلامه أنا عايز أجي لأستاذة هويدة في إنه عارفين إحنا بحكم ديننا الإسلامي إنه الذهب محرم للرجال لكن في بعض الرجال بيلبسوا الذهب هل ده نظرة المرأة ليهم بتختلف؟ يعني نفسيا كده إحنا حسب إحنا طبعا أمة مسلمة يعني فالذهب محرم بالنسبة للرجال صحيح الرجال اللي بيلبسوا الذهب المرأة بتنظر لهم زي مثلا قلل من مكان تقلل من رجولته من موقفه يعني لأنه أساسا ما مفروض أنت تلبس ذهب يعني الرجل ما مفروض يلبس ذهب فنظرة المرأة بتكون له نظرة يعني بتكون شوية كده أقل مثلا أي أقل يعني ممكن يكون فيها عدم احترام أي ممكن عدم احترام ممكن يعني استياء عدم قبول طيب بالنسبة للنساء ذاتهم يعني احنا معروف ان المجتمع النسائي ده فيه حاجات كثيرة كده ما سليمة نعترف بها يعني في بعض النساء ممكن يعايرن واحدة بانه ما عندها ذهب فهل ده مدى تأثيره برضو على نفسيتها لانه الذهب بالنسبة لنا قيمة مثلا الذهب طبعا زينة بالنسبة للمرأة يعني المرأة مثلا بتكون لابسة الذهب بيكون عندها وضع في المجتمع انت مثلا لما تيجي مناسبة وتكون داخلة لابسة ذهب كل الانظار بتلفت لك يعني صحيح. معناه انت زولة مثلا وضعك المالي كويس انت زولة مروقة انت زولة مثلا راجلك مريحك لما تكوني مثلا ما لابسة ذهب شوية مثلا نظرة بتقل يعني يمكن الكلام ده كان زمان هسه نسبة الوعي بقت يعني عالية جدا بالنسبة للنساء
والناس بيقوا مدركين مثلا الوضع الاقتصادي في البلد يعني. صحيح. فما اي انسان بيستطاع انه مثلا ممكن يشتري ذهب يعني. صحيح. ممكن يعني ديل اهل الخبره واهل الدرايه عارفين مثلا الاسعار بتاعت الذهب غاليه جدا يعني. صحيح. فما اي انسان بيقدر يشتري ذهب، واللي بيشتروا ذاته ما بيعرضوا بيقوا ما بيلبسوا لا يعني هو طبعا الذهب للزين يعني. اذا انت مثلا وجدته ما في مشكله يعني تلبس اي نوع من الهندام تتقيف كده وشو. لما تلبس مثلا كميه كبيره وحاجات كبيره مثلا حتى مثلا في حجم الذهب وشنو ده معناه حجم بوبار يعني انت مثلا معناه انت تشوفوني يعني. هل ممكن يوضح انه شخصيه يعني الزول ضعيفه يعني مثلا محتاج لثقه يعني يتزود بالذهب عشان تديه الثقه؟ ممكن يكون نوع من النقص يعني انت مثلا عاوز تكمله بالذهب. أيوة. بالمصهر يعني. أيوة. غير كده بيتعرض نفسها ذاتها للخطر يعني في الوضع الحالي الموجود. وحصلت حقيقه يعني حصلت حوادث كثيره بالضبط. أيوة. يعني عشان كده يعني هسه بقى هسه نحن في مجال التسوق ومجال يعني انا بشوف بنظرتي مع الناس واللي بعرفهم وعلى حسب قراءتي الناس بتمول لانه يشنو يدخروا ادخار. صحيح. سيبي شوف يعني استثمار يعني. لكن يعني بتستعمل ذاته للزينه في نطاق في معين في يعني حتى ذهب الكثير ده بتلبسه مرات يعني حاجه في نطاق الاسره او مناسبه داخل. صحيح. البيت. صحيح. يعني ما بتحاول تطلع بيه مره لانه حقيقه يعني هاي هاي بتكون خطر. انا داير ارجع لكلام الزينه الجبال ده استاذ عباس في انه الحلول اللي اتكلم عنها اللبده اللي قاله استاذ عاطف الاسماء دي تحديدا هل دي جاتنا من ثقافتنا القديمه؟ نعم. هل تحديدا احنا معروفين طبعا انه الملكات قديما اسمائهم الكنداكه. نعم. فهل جاتنا من الكنداكه دي ذاتها؟ نعم هي موروث قديم جدا. يعني كل الاشكال الان شايفها انا في السوق هي احنا عندنا صور مفروض تعرض. ايوه دي صور اولا في الشاشة. لو تلاحظوا في النص داك فوق ثعبان ديا فوق غويشة معمولة بالحجارة الكريمة دي بتاعت الكنداكة والتحت منها ده اللي هو فيما بعد بيقى كرسي جابر ده برضو بتاع الكنداكة. لو تلاحظوا في الخاتم التحت بعد الهناي ده. أيوة. خاتم الجنيه اللي الآن مستمر للآن خاتم الجنيه نفسه ده بتاع الكنداكة. يلا لاحظي على الشمال من الغويشة. أيوة. ديا زينة من الحجارة الكريمة. اللي هو وداك حلق الفوق حلق تحت دي الغوائش. لاحظوا انه الغويشة بتتربط بمسمار بالحجارة الكريمة. لاحظوا دقة الغويشة الفوق بالحجارة الكريمة. أيوة. الآن لا نستطيع أن نصنع مثل هذا الذهب. ذهب الكنداكة الآن موجود في برلين. الناس بيقوفوا بالآلاف الصفوف عشان يشوفوا. صحيح. الذهب القيم المسكوك بصورة غريبة. ولو شفتوا الثعبان الفوق ده السلوك بتاعته معموله بطريقه غريبه جدا غايه الدقه. ده معناه انه اهل السودان كانوا قمه في صناعه الذهب منذ الازل. ده لانه الذهب اصلا موجود موطن السودان. ايوه نعم لانه الذهب اصلا من الخليقه. الذهب موطن السودان. ومن السودان بعد ذاك الذهب انتقل الى الاسواق العالميه. العرب كان بيجوا السودان وبيشتغلوا في الذهب بيجمعوا الذهب يعني بالذات اكثر شهره كانت في عهد عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان عنده 12,000 معدن بيجمعوا الذهب من السودان. تخيلوا الاعداد الناس اللي بيشتغلوا. ابو جعفر المنصور عنده 15,000 معدن بيجمعوا الذهب من السودان. في واحد اسمه بشري بن مروان اموي عنده 30,000 معدن بيجمعوا الذهب من السودان. تخيلوا انه مدى الذهب كان العرب اللي بيطلعوا من السودان وبعد ذاك بيدخل في رحله التجاره رحله الشتاء والصيف بيمشي يعني حد الشام بيمشي حد اليمن. وكان شيء اساسي. وحتى سيدنا سليمان بواخره كان بتجي كل 3 سنوات بتشيل اول حاجه الذهب وبعد ذاك بتشيل الحديد بعد ذاك بتشيل الطواويس. الطاووس في السودان الان ما معروف لكن صحيح. سيدنا سليمان لانه يحب الجماليات كان بيشيل الطواويس وبشيل القرود وبشيل باقي الحيوانات الاخرى. سبحان الله. ده بشيله من سواكن. يعني الروايه حقت سواكن دي هي سواجن. نعم حقيقه. صحيحة. نعم يقال يقال. وقال انه سواكن هي كانت هي سواجن. الدين. ايوه, أيوة. ومش سبحان الله بعد ذاك سيدنا عمر الخطاب والخلفاء فيما بعد الامويين العباسيين كان بينفوا الناس لباضع. سيدنا عمر الخطاب نفى محجن الثقفي. باضع ده ميناء جنوب سواكن. نفى معجن الثقفي بعد معركة القادسية وشربه للخمر إلى باضع.
وباضع دي كان ميناء تصدير الذهب. يعني احنا حنجيب هنا في مساله تصدير الذهب دي لانه حنجي راجعين للاستاذ السيد عاطف عشان يكلمنا عن حاجه مهمه جدا احنا كلنا بنسمعها في الاخبار لكن ما بنكون عارفين تفاصيلها اللي هو المخزون الاستراتيجي ده. محمد جيناك تاني. يا مرحبا. اشهر دقع الناس تبيدي شنو؟ والله الشف اللي هو القطعه الصغيره دي اللي بتتعمل في العقد. لحد الليله لحد الليله بتتعمل؟ هو الحرفيه دي وقفت يعني زي ما قالوا زي ما قال شيخ. ايوه. فالشغله بقت تصنيع بالماكينات اكثر من ما تكون بعدين الغزل التصنيع التركي او البحريني والسعودي دخل السوق فبقى الشغل بقى تجاري بحت وبقوا فيه تصنيع بالماكينات اكثر مما يكون هو شغل باليد. يعني زمان كان بيعملوا السن بتاعت الذهب وبيعملوا الحاجات الصغيره صغيره الزمام وال أيوة. والعقد والكردان واحفظ مالك والحاجات دي كلها كانت باليد يعني شاكوش والسندانه وال أيوة. الناس كانت بتشتغل بالشغل ده لكن طبعا بعد ذاك الشغل بقى ماكينات زي ما انا قلت لك يعني. ايوه. يعني داير ادي معلومه لبناتنا والنائب بيجوا يشتروا الذهب بيجي تقول عاوزه خليجي عاوزه بحريني. المعلومه الصحيحه المفروض تعرفها انه بحريني خليجي سعودي سوداني امريكي انجليزي عيار 21 واحد 21 بس نوع الدقة قد تكون خليجية لكن مصنعة في السودان. أه. قول لك دي بحرينية لكن قد تكون مصنعة في السعودية. فده اسم للدقة. عيار 21 اسم الدقة. عيار 21 هو عيار 21. دي معلومة مجانية من العوام اليوم. أي مواصفات. أيوة. أي ذهب لما نجيبه من المواصفات لو جبناه من تركيا لو جبناه من السعودية لازم يخش المواصفات. ايوه. المواصفات ما بتعرف حاجه اسمها دقه، بتعرف حاجه اسمها عيار اسهم. احنا هنتكلم برضو عن عيار الذهب ده عشان الحته بتاعت الفان بتاعت. ايوه. لكن انت ما عايز تسمع محمد يا شيخ عثمان؟ اشترتها كيف المراه اشترتها؟ هتزين استفيدي مننا. اشترتها يعني بحرينيه في النهايه لما تبقى سكراب ودايره تجد بيعها كسر بنفس سعر الذهب السوداني. عيار 21 سوداني وعيار 21 كويتي والله خليجي والله واحد. بحريني في النهايه لما يبقى قديم وكسر سعره واحد. عشان كذا ما بس دقه عجبتك اشتريها بغض النظر عن اسمها شنو. حس احنا دقتنا الجايه شنو يا محمد؟ هي النسيم من كلمات البروف النعمان محمد احمد. الصباح الرايع في لونك حنين نزاز خريفا ساجع قول حقك فصل عندك ما مطراج ردك للحبوب في بدع عدوك مواجع يا الهين لك ملازمك هاجيع سبات القلوب هداه ليوم شايع غبال الهدف درب الخبر وفاجيع يلهي النسيم لفح الصباح الرايع في قولك حنين نزاز خريفا ساجع والحق الفصل عدوك مواجع يا الهي النسيم مقزول عبوس غرد عليها ولايع مكهين ضرور نزك مطافي مطايع
جهاز عرين ومسايع جبار الكسور سند جمارة المايع يا الهين نسيم لفح الصباح الرايع في قولك حنين نزاز خريف انساج عقل حقك فصل عندك مقام وطراجع ردك للحقول كيبود عدوك مواجيع سوداني النسيم العبادة منابيع في دينك فغير علما عبوس متناوي جلاه العقل الصفا أصبح نابع يا الهي النسيم لفح الصباح الرائع في قولك حنين نزاز خريفا ساجع قل حقك فصل عندك هو متراجع ردك للحقوق يبود عدوك مواجع ليك يبود عدوك مواجع يا الهين ليك يبود عدوك مواجع الهين لنهنات جبارة المايع يا الهين يبود عدوك مواجع ليك يبود عدوك مواجع ليك يبود عدوك مواجع يا الهين لفح الصباح الرايع في قولك حنين نزاز خريفا ساجيع قول حقك فصل عندك ما متراجع ردك للحقوق يقود عدوك مواجع يا الهي النسيم. تسلم يا محمد تسلم. محمد انت اساسا اشتهرت كثير بانك بتغني سيره صح؟ والله ما مازالت انه بغني سيره او بغني يغاع طمطم مثلا ولا لكن حسب نوع الغنى الجمهور بيسمعه بهوى منك. طيب حس الجمهور ما بيقدر يسمع اغنيه زي دي ويكون قاعد ولا شنو؟ الغنى الحماس طبعا في السودان له وضع يعني خاص صحيح. زي الذهب زي ما قال الصيانه فن والغنى فن يعني عندنا في الناي غير محمد تبيدي عندنا مجذوب أنسة. مجذوب أنسة ده كان صناعي وكان زميلي يا سلام بنسلم عليه والفنان الكبير طبعا. وعندنا الله يرحمه جاك هنا اسمه مين الجاك رجل كبير كان فنان برضو فنان بيغني. قديم في الحقيبة اسمه منو عوض الجاك كان فنان ايوه رحمه الله عليه يا سلام. ففي يعني زي ما انت ذكرت انه السياق ساقط الذهب دي فن الغنى برضه طبعا فن وزول لو ما فنان اصلا ما بيطلع لنا قطعه ذهبيه جميله. ودلك ربطونا الاثنين ناس محمد تبيدي ده محمد ده مصصنا زول ماهر يعني ما يغطي عليكم يعني زول ماهر جدا. لا حس احنا كشفنا انه في دكان في قصص ما تكون الموضوع يعني اعلامي لا لا ما حنكلم زول. استاذ عاطف احنا عايزين نتكلم عن حاجه عندها علاقه بالكلام اللي انت ذكرته كبير المصطلح دائما احنا بنسمعه في الاخبار وفي الاقتصاد احتياطي الذهب. وانت قبل ذكرت عن انه السودان عنده احتياطي ل 55 سنه بتضريبات بس بسيطه. تكلمنا عن احتياطي الذهب ده هو اصلا شنو وكيف احنا بنقدر نتعامل معه؟ حقيقه يعني اقدر ابدا لك شويه كده ارجع لك لورا يا استاذه. نحن لما بدينا التصدير بتاع الذهب ده وكنا شركات وشركات قليله والانتاج كان قليل يعني الحمد لله كان العائد الزمن ذاك قرابه ال 2 مليار دولار. الشركات بتجيب الدفع مقدم وبتصدر الذهب وشركات وطنيه والشغل حتى الدعم بتاع الانتاج التعدين اللي بنطلق عليه هو الاهلي اللي بنطلق عليه العشوائي لكن هو الاهلي يعني كان بيمدوه الاصح الاهلي العشوائي يعني العشوائي دي شويه كده لكن يعني التعدين الاهلي اي بمعنى انه شنو البدايه او التقليدي يعني بدون استعمال المستحدثات الاجهزه المتطوره في التنغيب وكده يعني بدات الشغلات دي كانت ممتازه جدا جدا وكان العائد. الميم ظهرت
انه كان متذكر الزمن ذاك صابر محمد الحسن في اجتماع انه قال داير يعمل احتياطي احتياطي للبلد دي انه يعمل مثلا احتياطي بنك السودان احتياطي مثلا 80 طن يعني نحن الليله لما نعاين للبنان خاشة حربي من 76 صحيح اقتصاده مستقر لانه عندهم 80 طن مخطوطه بيسحبوا عليها موجوده انت الاحتياطي ده انت بتسحب عليه لما يكون عندك احتياطي 100 طن 80 طن 70 بتحط يعني زي الازمات اللي بتحصل انت بتسحب عليه لانه هو موجود ما يعني مخطوط في الاوراق الماليه العالميه صحيح. موجود معروف الاحتياطي بتاعك اي زول بيدينك واي زول بيديك ده الهدف كان في انه الهدف انه لما حاولوا يدخلوا بنك السودان انه يشتري النايده انه يكونوا احتياطي لكن يعني كان في تسارع في الصرف وفي الانفاق وبتاع انه ما توفر لكن اساسا لو توجهوا التوجيه الاول الخشوبيه وبنك السودان كونه هو مشتري انه يوفر احتياطي ويسيب الشركات الوطنيه تشتغل ما كان بتكون في مشاكل ما كان بتكون في مشاكل الحاصل شنو بيمنع انه الحاجه تحصل حاليا انا ما عارف يعني مفروض هسه حاليا بيبيعوها ما انه في مصرف دارين يغطوا في جهاز في بنزين يعني كده ما في حاجات سريعه لكن التخطيط من الاول لو بدا فعلا بالاحتياطي استمر بشكل سليم اي ويعني وللليل الفرصه موجوده انه لو توفر احتياطي انه تخطى في بنك السودان انه بيكون انه بتقدر تمشي عليه حاجات كثيره جدا بمشاكل كثيره جدا جدا صحيح. لكن ما موجود يعني يمكن حسي الملاحظ انه احنا ما تكلمنا بس عن الذهب كقيمه اجتماعيه أي. يعني الحديث استاذ عباس انه السودان ده منذ فجر التاريخ المقوله دائما بتتقال دي انه احنا عندنا مخزون بتاع ذهب قاعد ومستمر وبنعاين حسي زي كلام استاذ عاطف للمستقبل يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الذهب الموجود من زمان من حضارتنا القديمه وحتى الان هو موجود ولم يتم التنقيب عنه هل قراءتنا للماضي او ماضينا بشكل سليم ممكن تطلعنا من الازمات اللي احنا عايشينها بس في حدود الذهب ده نعم اولا السودان اعتقد ما يمشي لقدام الا اذا فهمنا تاريخنا شنو وعرفنا مواردنا الآن في جاب كبير جدا ما بين تاريخنا وبين الواقع الآن صحيح ونجهل إنه حتى السودان ده موطن الذهب الآن الصادر الناس بيصدروا لكن عايد ما محسوس لأنه ما في ضبط صراحة ما في ضبط على الذهب اللي بيخرج مرات بيخرج بالحدود الوطنية في شكل تهريب نعم تهريب كبير جدا ثانيا يعني يعني مش التهريب بس حتى التهريب ما بيجي الا لعدم الوطنيه صحيح تربيه وطنيه ما في الان نحن فقدنا في السودان بوصله التربيه الوطنيه بقى اي شاب الان يقول لك يا اخي منعوا لابوك بلد انا دار اخرج هو ناسي انه هذا البلد بلد لاعظم تاريخ في العالم صحيح في ثلاثه شعوب حكمت العالم اول شعب حكم العالم هم اهل السودان اول شعب حكم العالم أهل السودان بعدك جو الفرس والروم يعني كلام هذا الناس غا يستغربوا ليه لكن أثبتته دراسات أيوة صحيح. الآن المحيط الهندي أرجع الخرطة القديمة اسمه البحر الحبشي ليه لأنه الهندي كان جزء من السودان الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا الشمالية والجنوبية كانوا جزء من السودان كل العالم كان جزء من السودان عشان كده الآن ليه لما يحصل دي إن إيه حتى في جامعة هارفارد بيقولوا واحد بيتباهى قال الدي ان اي بتاعي على 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 انا من ملوك كوش صح. ليه لانه احنا اصل البشريه خرجت من هنا وانا لا استبعد انه سيدنا ادم وحواء كانوا في السودان وده الغالب لانه ما دام اثبتنا انه سيدنا ادريس هو نبي اهل السودان وكان في شمال السودان يعني من وتم اثباته بدراسات نعم انا عندي دراسه مثبته من جبل الجرين الى منطقه الجراد كلها دي كان مكان سيدنا ادريس ومدرسته كانت في المصورات وتدرس باللغتين اللغه العربيه واللغه الاغريقيه عشان كده بنلقى في البجراوي في مصاهر الحديد بنجد في البجراويه في مرصد فلكي صحيح. المرصد الفلكي انتم تدعجوا جدا اذا قلت لكم انه اهل السودان كانوا يعرفوا المسافه من البجراوي للقمر كم عارفينها للشمس كم عارفينه لكل الكواكب والله سبحانه وتعالى وصفهم قال الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان سجداً
الذين أوتوا العلم ده هم أهل السودان في المصحف مذكورة مرتين سورة الإسراء الآية 107 والآية 109 أوتوا العلم. طيب كيف أوتوا العلم؟ وكيف نقدر نربط الماضي العريق ده والحضارة الشاهقة دي بالحاضر؟ لازم لازم أولادنا يعرفوا إنه إحنا وطن عظيم. أرجع لك للذين أوتوا العلم عشان في ناس كثيرين حيستغربوا إنه المذكور في القرآن الذين أوتوا العلم هم أهل السودان. الآن في آبار موجودة في كل أنحاء السودان عميقة جدا، البير عمقها آلاف الأمتار، تجرب الإبل والإبل تروح من ناظرك، وأنا صورتها في بير الشاوي في الطريق إلى النابع، لحد ما الإبل تختفي الدلو ما يطلع. الآن 30 متر أكسجين ما في أي، الآن زول بيحفر آبار ينزل 30 متر هزة الحبيب يقول لك أمرقني كيف ده الحفر آلاف الأمتار، ومش حفري بس مبنية من تحت إلى فوق. عبد الله طيب في جامعة إكسفورد لقى محاضرة، لقى المحاضر قال إنه أهل اليمن أخذوا البناء الدائري من الرومان. عبد الله طيب قال له لا، نحن الحضارة السودانية أقدم من الحضارة الرومانية، وعندنا البناء الدائري، عندنا البير تبنى من تحت الأرض دائرية وتخرج فوق الأرض دائرية، البنيان الدائري حق أهل السودان. يا سلام. طيب يمكن أستاذ عباس خلينا نكمل لك النقطة دي مهمة جدا. طيب كيف حفروا آلاف الأمتار وفي أكسجين؟ شكرا الله سبحانه وتعالى وصفهم قال الذين أوتوا العلم ويخرون للأسقان سجدا، لأنه كان أهل السودان في ديانة سيدنا إدريس كانوا يصلوا كانوا يصوموا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كانوا يصوموا كانوا يصلوا، صلاتهم 7 صلوات في اليوم، 5 صلوات زي صلواتنا، وكانوا بيسجدوا على أسقانهم، الكنداكات في الصور ساجدين على دقونهم، بعانخي وترهاق بالجراوي ساجدين على دقونهم. صحيح، وكانت واحدة من علامات عشان كده القرآن الذين أوتوا العلم ويخرون للأسقان سجدا. يمكن الحديث عن حضارة السودان وتاريخ السودان حديث ما ممكن إحنا نقتطعه جزء من حلقة. نعم. لأنه كلنا بنعلم إنه تاريخ قديم جدا وتاريخ تليد، وإحنا محتاجين فيه محاضرات، محتاجين لمسألة الوطنية دي ومحتاجين للمعرفة. ودخلنا الذهب الحقيقة. أيوة. دخلنا الذهب. دخلنا الذهب. وأنا عايز أمشي للشيخ عثمان. شنو أكثر المصوغات اللي بيجوا النسوان يطلبوها؟ الغوايش ولا الحلقان ولا السلاسل؟ حاليا طبعا الأسورة والغوايش بأنواعها. وبقت الاسم طبعا هسه بقى الموضه، تجي تكتب اسمها او اسم خطيبه. أيوة. او اسمنا الاثنين مع بعض، دي بقت هسه موضه. بعد ذاك في النوع من الحلقان، الحلقان ذاته يعني الدقات بتتنوع، كل ما بيجي نوع جديد من الحلقان، يعني مما من زمان الحلقان كانت فيه، لكن تشكيلاتها بحسب تطور المراه و يعني حبها لنوع معين والموضة. من النقشات والموضة. والصايغ كان باري الموضة زي ما قلنا قبل. قبل أستاذ عباس ذكر خاتم الجنيه. خاتم الجنيه ده يمكن أي زول يتزوج في السودان يرتقوا بخاتم الجنيه. أيوه. هو طبعا خاتم الجنيه، وحتى لو كان هو ما عايز الجرتك، في ناس بيقولوا ما طبعا ما عايزين الجرتك. أيوه. وده كلام تخلف كده، لكن الأمات الكبار بيقولوا. أيوه. لا بيتكبس. أيوه. هو طبعا كلام الأستاذ عباس يعني تقريبا في محله، لكن الجنيه القديم بيختلف من الجنيه الهسا. شنو وجه الاختلاف؟ الجنيه القديم ذاك الطبعه بتاعته على حسب زمن اللي كان فيه، لكن الجنيه الهسا يعني قبل زمن 30 40 سنه او اكثر من كده بيسموه الجنيه الخيالي، بالنسبه لانه في الرسمه بتاعت خيل فارس على حصان. يسموه الجنيه، نص الجنيه، لكن شنو فيه جورج الخامس انجليزي مطبوع في طباعه انجليزيه. بقى تاني في الجنيه السعودي طبعا عليه الشعار السعودي. ايوه، لكن هو نفس الخاتم زي ما قال، لكن جنيهنا حقنا السوداني ده هو الجنيه حق الملكه ده. صح. ايوه. وبعد ده ايوه ايوه لا لانه حق الكنداكة. أيوة. طبعا زمان الشغل كان يعني المرأة العروس لما يجيبوها طبعا بيوصفوهن حتى زي ما قلت بيوصفوهن بالذهب. صحيح. يعني في الناي بتاعت الناي تقول لي عروسك يا ولد ذهب شيبون ونقشه في التليان وتتبارك عليك والعقبة للأخوان. يا سلام. ذهب شيبون ده يعني جبل شيبون ده كان بيجي أجود أنواع الذهب من شيبون في جبال النوبة. كان يعني أقرب لعيار ألف،
كان في تاني أدنى دهب كرمو ده عياره متدني يكون أيوة. أقرب لعيار 18 بالمناسبة الـ 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 يعني أكثر الناس بيلبسوا ذهب غير السودانيين الأفارقة صحيح عندهم حاجة اسمها الشفتش وعندهم حاجة اسمها في النيجر والمالي زي اللي ذكرتهم قبل استاذ عاطف الحلق ده يعني واحد صحيح لما في تواصل أيوه ثقافي لما نظانة دي تنزل أيوه أيوه دي لكن شوية شوية طبعا وعندنا الزمان اللي يعني اللي بيقارب له أول شيء الفدوة ايوه الفدوة دي بيكون اربع جيزان جوزين هنا وجوزين هنا بيجاي برضو جوزين هنا وجوزين هنا الناي بتتخرم هنا وهنا هنا خرمين وهنا خرمين اقل منه شوية بتكون جوزين جوز فوق وجوز تحت اقل منه شوية القمربوبة والتلال ايوه والقمربوبة دي طبعا الناس دايرة تديهم فكرة انه القمربوبة اللي بيقولوا الناس بيغني بيه الراحل الوردي الوردي ربنا يرحمه ده القمربوبة اللي بيلبسونه ما اي ما القمربوبة ما بيقصد بيه البيت صحيح يقول لها القمربوبة عليك ثقيل يعني البس حاجه اخف منه انا عايز اسال استاذه هويده في مساله السبر ده حق الجنيه ده في حاجات كثيره مرتبطه بثقافتنا السودانيه كعلم ما عندها اصل يعني مثلا واحده لو جرتقوها وما لبست خاتم الجنيه وحصل لها اي شيء بيقولوا اتكبست وفي نفس الشيء في النفاس ونفس الشيء مثلا للاطفال للختان لازم يتلبس خاتم الجنيه ولازم يمشي سيره البحر وكده هل الكلام ده مردود نفسي ولا تاثير انه فعلا ممكن تكون في موضوع بتاع اسبار عنده علاقه بالموضوع ده هي دي معتقدات يعني معتقدات مثلا في المجتمع السوداني لكن مثلا من ناحيه علميه ما عندها يعني اي اساس من الصحه يعني بس لا ممكن يعني حصلت الحاجه دي مثلا لنفر نفرين جرتق فلان ده مثلا ما ولد جرتق الثاني ما ولد يقوم يقول لك خلاص والله يتكبس فثاني مثلا لو اخوه مثلا جاي يتزوج لازم يعملوا له وجرتق ولازم كده لكن هي ما عندها اساس من الصحه يعني من ناحيه علميه يعني هي معتقدات هل هي ما عندها تفسير ولا ما عندها اساس من الصحه لا ما عندها اساس من الصحه هي معتقدات بالنسبه لي يعني معتقدات بس بالنسبه للمجتمع السوداني ما اكتب لانه اذا جينا رجعنا للكلام بتاع التاريخ ده الخاتم ده موجود من زمان ما بكون قاعد ساي الخاتم موجود هي يلا الخاتم وما تقدر تقول خاتم لون حاجه ساي صح الجرتق لانه عاده فبقت عاده موروثه يعني فتره كده يمكن الجرتق شويه اختفى لكن هسه حاليا صحيح. الناس بيكونوا حريصين جدا جدا على انهم يجرتقوا وانه يعملوا كل الطقوس بتاعت الجرتق يعني حتى يعني يمكن قبل كم سنه كانت شويه الحاجه دي خفت يعني صحيح. لكن هسه رجعت من ثاني هسه رجعت وبيلبسوا كل مثلا الجدله وبيلبسوا السوميت والحاجات أيوة. كل الحاجات اللي قالوا كلها بيلبسوا هاي محمد بعد كلام العرس ده بتغني لنا سيره ولا شنو والله يا نغني تصوري انك انت معي يا سلام كلماتي والحنان تسلم
جينا لموعد فاصلنا الثاني، افضلوا معانا عشان اشوف لسه كلام الذهب. مرحبا بكم من جديد لكل الناس اللي انضموا لحضور العوامه، عوامه الجمعه الليله تبري جمروه. حلقتنا الحديث عن الذهب اللي بيهم كل الناس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وممكن برضو سياسيا، شنو المانع ما دام دخل فيه الاقتصاد معناه بهم السياسه صحيح. احنا عايزين نتكلم عن حاجه استاذ عباس، انت قبل ذكرت شخصيه تاريخيه ذات الكرسي. نعم. وانا عايزه بعد انت تتكلم استاذ هويده تخش في الحته دي. عندنا احنا في السودان هنا المره لو جات مناسبه ولابسه ذهب، وذهب حقيقي ما ذهب سوق زي ما بقوله، لكن ما محننا وما مريحه، بيقولوا ما عندها طعام. عديل شايل الذهب ومكان كشوي شي، لكن بيقول لك شن طعمه، لا حنه لا ريحه. صحيح. ارتباط الذهب بالزينه دي الكامله دي للمراه السودانيه جا من وين؟ هو موروث قديم جدا. في علم الفلك انه الاغاريق بيقولوا كلام قريب من كلامنا، معنى الاغاريق اخذوا كل علمهم من اهل السودان ونحترفوا انه قالوا علم اخذنا من اهل السودان. فاللقاريق بيقولوا انه لما سيدنا ادريس رفع الى السماء، رفع الى زحل، اللقاريق رفع الى زحل، والمسلمين بيقولوا رفع الى السماء الرابعه،
الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وسيدنا في السماء الرابعة. لما طلع سيدنا إدريس كان أصلا عارف أشكال الحياة في الأرض، يعني الأسد تحت لقى الأسد فوق بالأنجم سماه الأسد، لقى الجدي سمى الجدي، لقى العقرب سمى العقرب، لقى أيوة لقى ذات الكرسي اللي هي زوجة ملك الحبشة فيما بعد. اللقاريق أخذ أسطورة إنه زوجة ملك الحبشة دي جالسة على هودج ومادة يدها، ممكن الآن هودج أمامنا في الصورة، وهي مادة يدها ويدها محننة، مسمينا ذات الكرسي، المرأة ذات الكرسي اللي هي زوجة ملك الحبشة. والحنة معناها في السودان قديمة جدا. يعني سيدنا إدريس حضر سيدنا آدم عاش معه 360 سنة. شوفي يعني الحنة في السودان من بداية الخليقة معناها. وعشان كده بنجل كنداكات، يعني كنداكة أماني شاخيتي لما جوزيف فرليني كسر الهرم ودخل شال الذهب بتاعه ومشى باعه للألمان الآن موجود في برلين، لقى الكنداكة محننة وكتبها في كتابه. يعني الخضاب موجود على أرجلة، والمرأة دي رسموها لقاريك اللي هي المرأة دي الكرسي مسمينا ذات الكف الخضيب. يعني معناها الحنة من قديم الزمن، العطور السودانية من قديم الزمن. العطور السودانية النجاشي وقصة مع عمر ابن العاص قصة مشهورة جدا، ومعه عمارة ابن الوليد، وعمارة ابن الوليد قام جاب عطر عمر ابن العاص قال له، ودخل واحد من بيوت النجاشي قال له جيب لي ما يثبت، قام جاب له عطر، العطر ده كان خمرة، وجابوا شماء عمرو العاص قالوا وداه للنجاشي قال له نعم إنه عطري. غير كذا عمرو بن أبي ربيعة قصته مع بنت عبد الملك بن مروان، كان لافي في مكة بالجمل بتاعه، وجاته واحدة من العاملات مع بنت عبد الملك بن مروان وقالت له انزل، نزل قالت له إنه إحنا عاوزين نسمع شعرك، ساقوه وقالت له عندنا شرط واحد إنه حنغطي لك عيونك لأنه ما عاوز إنه يعرف إنه دي بنت عبد الملك بن مروان. فالخليفة فكلام ده في مكة وعصبوا له عيونه وساقوا جوا وتداولوا الشعر. اليوم الأول اليوم الثاني جاء ثاني اليوم الثالث، بعد ذاك حب يعرف إنه البيت ده ياتو بيت، جنبه في عطر ناشف اللي هو خمرة، دخل يده جوا جوا العطر وهو طالع ومغمض عيونه خد تكفوا على الباب. ولما أولاد مكة وقال لهم أنا عاوز أعرف البيت ده بيت منه، والأولاد مشوا لفوا لقوا ريحة العطر والكف في الباب، جاء قال البيت الفلاني. لما جاء داخل بنت عبد الملك قالت له إنك تسترني وإياك إنك تقول شعر لأنه أبوي حيبيح دمك. فأهل الحجاز عطور كانت من السودان، يعني أهل السودان الآن العطور الدلكة والخمرة، رغم إنهم هم ما بيعملوا فيها إلا العطور بس، لكن كانت عطور من السودان. أيوة. الكلام ده ممكن يأثر على نفسية المرأة، قصة إنها هي ما تكون في كامل زينتها. يعني هسه مثلا لما انت قلتي لما تجي مثلا لابسه ذهب وشو لكن ما محننه، لانه الذهب مربوط بالزينه بتاعه المراه، والمراه بالذات المراه المزوجه، المراه المزوجه عندنا في الثقافه السودانيه معناها حنه ودخان وريحه وكده يعني. أيوه. فطالما انت مثلا جيتي مناسبه انت لابسه ما محننه معناها زينتك دي ناقصه. فدائما الناس بيلجوا الحاجات بيقول لك مثلا يعني يمكن مشاكل مثلا مع راجل، دائما لازم تكون في مشكله بمين اي، دائما الناس للاسف بيبيعوا الحاجات السلبيه يعني ما الحاجات الايجابيه. ايوه اي فده عنده فعلا عنده مردود نفسي. يعني انا مثلا لما اي مناسبه ولابسه وقاشره وكده فقوم يعني ده يغمز لي ده وده يغمز لي ده، يعني مثلا انت مثلا تقوم تعلق مع الجنب يقول لك علم مع الجنب، فالزول بحس بانه مرات بيوصلوا لك أيوة. انت ما بتحسي يعني انت لما تيجي مثلا مناسبه بتحسي انه مثلا انت بقيتي مثلا يعني محور اهتمام النازل، او انت مثلا بقيت الشخصيه خلاص يعني بيتكلموا فيها وكده في المناسبه يعني. أيوة. فده دائما يعني ممكن ياثر في المراه شويه يعني. طبعا حسب شخصيتها يعني، في ناس مثلا ممكن تاثير يكون تاثير بصوره كبيره جدا يعني، يعني ممكن مثلا تزعل وتخلي المناسبه وتمشي، في ناس يعني تاثيرهم بيكون حاجه بسيطه يعني بمشي يعني بيفتكروا انه ده يعني مثلا ما حاجه اساسيه يعني انها مثلا هي تجي محلنا او عامله ريحه وكده يعني. صحيح. انا من التاثير النفسي ده عايزه اجيك للتاثير الاقتصادي. مساله التعدين اللي انت سميته التعدين الاهلي،
في ناس بيكونوا ماشين الذهب تحديدا لمزقه الثراء السريع ده. يعني ما بكون خدت في باله لا مزله وطنيه اللي قاله استاذ عباس وممكن لو لقى اثار ذاته يشيل يبيعها. بس الفكره عنده انه الثراء السريع ده انه انا حامشي احفر حفره والقى ذهب واشيله. ما بيفكر في انه ممكن ياثر كيف على الاقتصاد السوداني. ممكن الحاجه دي ليه ما تعمل لها مثلا خلينا نقول قوانين ما تعملت لها ومدى تاثيرها برضو. احنا برضو نعرف مدى تاثيرها الاقتصادي والاجتماعي. حقيقه السؤال ده جميل جدا جدا. يعني ليه؟ لانه اساسا الرجل الماشي ده ثقافه ما عنده. صحيح. ثقافه وطنيه اللي بيطالب بها الاستاذ عباس ده لانه اساسا ما مرتبط بالماضي. مرتبط بالحاضر وبالحاضر على الحاله الاجتماعيه الموجوده حاليا. صحيح. كيف انه يمشي يطلع قروش. أيوة. بس قروش دي انه يصادف وليل لا يعني انت جبت المناسبه قبل 5 يوم قابضين تمثال. صحيح. اثري يعني زي 16 كيلو قيمته زي 20,000 زي 20 مليون. صحيح. يعني دي مفروض يحافظوا عليه وده تاريخ زي بيتكلم عنه استاذ عباس. صحيح. يعني شوفي ده ناس ده شايلينه ما عارفين قيمته شنو دارين باي طريقه يوصلوه السوق هنا يقطعوه يصروه يبيعوه. ده مشكلته كونه كيف يجيبوا قروش. لكن هو قيمته شنو؟ قيمته بالنسبه للبلد لا ما في لانه ما عندنا ثقافه. وهم الناس دي ذاتهم المشوا ديل ما بيعرفوا حاجه اسمها اثار واشياء زي دي تاريخ. وكونه مربوطه بتاريخ الناس ما بيعرفوا انه بطلع لقى تمثال لقى القطعة دي أي إن كان نوعها. هو ما إنه بس تكون ذهب يفحصها عمل لها تيست إنه تكون ذهب. بس إنه هو كسب إنه هيعمل قروش وهيعمل بيت يشتري لبيت وعرس لي مرة سمحة وكده. ده كله ده الهدف بتاعه يعني. أيوة. يعني العائد مادي بس. صحيح. لكن كونه ينظر للبلد ويخدم البلد ويكون لأنه أنا زي ما قلت لك التأثير أساساً هو ما عنده ثقافة أساساً من الأول. والناس هل ممكن يكون الناس العاملين في الذهب عندهم يعني عندهم رأي في الحاجة دي أو عندهم فعل ممكن يعملوه؟ لا وبعدين في ناس تاني مستفيدين من الأمية بتاعت الناس دي مستفيدين منها يعني بودوه بوجوه في حتة بتاعت آثار معروفة يطلعوا واشتروا منهم وهم دي لك بيعرفوا يسوقوها. يعني في ناس استغلوا الناس ديل. صحيح. لانه ديل ايدي عامله دارين يشتغلوا بدون قروش هو بوفر لهم وعارف الحته دي بحكم الخبره او من ناس اثار او زي كلام. أيوة. الشيخ عباس انه وصف حته معينه فيها بتاعه الكنداقه دي اساسا تكون مرتبطه شنو. صحيح. فيها اثار وكده بيجيب ناس ديل بيشتغلوا ايدي عامله بيخدمهم في الحته دي انه اساسا دارين ينقبوا لكن هي اساسا موجوده فيها اثار هو بياخذ بيجيبها جدا ولا شيء هم ما عارفين قيمتها. صحيح. قيمتها الحقيقيه ما عارفينها بيدفع ليهم وبشيله وهو بيقدر صلى لانه هي كونه تبيعه كخام او كسي اثري ما بيدفع ليه. لا شيخ عثمان انت تعاملت مع ناس في التعدين الاهلي يعني ممكن زول يجي يبيع لكم قطعه تعدها؟ البيع والشراء ده انا شيخ عاطف نحن بجيبه لنا نصهره واحيانا بيكون فيه شوائب فيه حديد فيه كميات كبيره من النحاس والفضه نحن بنصفيه خليه ذهب بيور خيار 990 أو زي كده. والنا يعني ممكن الواحد يدي فكرة عن الذهب ذاته 990 دي شنو 999 وتسعة من عشرة ده معناه عيار 24 يقول لك مبسوط 24 جراب ده عيار ألف ده أيوة ده أعلى غيم يعني تصفية للذهب يعني كل 10,000 كيلو فيها جرام شوائب لانه سبحان الله يعني الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى قدر ما يصفى ما بزيد من 999 وتسعة من عشرة ده بكون عيار 24 دي الحاجه اللي بتصدم المراه انه عيار 21 فيه 125 جرام نحاس الكيلو ده ايوه للكيلو الكيلو كيلو جرام فيه 125 جرام نحاس. ليه يا شيخ عثمان وضح ال 125. ايوه ماشي عليك 125 جرام نحاس بتشكل جاب كيلو انت داير يبقى عيار 21 ال 125 جرام دي انت بتطلعها بتخد بدل نحاس عشان دايره كيلو كامل داير تعايره كل كيلو بتديه 140 جرام على اساس ان ال 125 طلعت هذه التعايره هي ذاتها معاهم بالنحاس بقى عيار 21. الفرق شنو بين الذهب المختوم يعني انا شلي خاتم يقول لي الذهب ده سوداني ما مختوم بقى سوداني وفي ذهب مختوم سوداني دي كلمه فضفاضه جدا اها بقول لك سوداني السوداني قد يكون عيار 1000
معقولة؟ أيوة تحبوبتك وبتاع ده يعرف الناس القديمة الستينات والسبعينات ده يعرف اشتغل. وقد يكون عيار 9 قد يكون عيار 6 نسبة النحاس فيه أكتر يعني ذهب عيار 12 معنا نص بالنص فيه 500 جرام نحاس 500 جرام أو قوله شوائب 500 جرام شوائب 500 جرام ذهب نحن بنقوم نصفيه بعندنا عيار 999 بنعايره ونديه ال 125 جرام عشان يبقى ذهب عيار 21 ليه؟ لأنه الذهب عيار 999 ما بيستحمل اللبس لين بتطفي سريع بتكون لي أيوة عشان كده بيددي عشان يشكله زمان الذهب عيار الف بيشكلوه شنو زي ما ورينا قبيل التلال والقمربوبة دي لأنها هي أصلا عبارة عن صفيحة بتستحمل اللبس لكن لما يكون خاتم عملت له كده بيتعفص ولا غويشة عملت لها كده بتتنى بيقوم يدوه النحاسة بيكون قوي شوية التصفية بتاعته كيف جبنا الذهب ده عشان نصفيه جبناه عيار مثلا 875 اللي هو عيار 21 بيقوم نديه قدر نحاس نفس المقاس المقاسات جبنا 500 جرام عيار 21 بنديه قدره 500 جرام عشان شنو عشان يتصفى عشان يرجع لأصله ايوه قد يجي تساؤل ليه نديه النحاس ايوه ليه النحاس تحديدا ايوه الذهب في طبعه صعب على الاحماض يعني قطعة بتاع الذهب تاخدتها في الحامض سنة ما بيجي وعوية لكن خدت لك قطعة بتاع نحاس ساعتين تلقاها زابت وطلعت بشكل بخار بخرت أيوة أيوة بنقوم نديها هي أصلا قبل فيها 125 جرام نحاس بنديها تاني 500 بقت 725 نحاس الحامض هو طبعا حامض حامض النايتريك حامض النايتريك ده لما ندي النايتريك في تعمل عمليات كيميائية عالية عملية كيميائية أيوة. بنطرحه ونخليه قطع ناعمة ونكب له حامض ليه؟ لأنه الحامض لما نيجي يلقى الذرات بتاعة النحاس في الوش بياكلها لأنه قبيل الذهب عامل لها بروتكشن عامل لها حماية عامل لها حماية النار البسيطة دي ما الحامض ما بيقدر يدخل لها بتكتر الذرات بتاعة النحاس بيجي الحامض ياكلها فض محلها أكلها وخشى للبعدة زي خلية النحل من جوا الحامض ده بيتخلل المسامات اللي أكلها من النحاس أيوة. لحد ما يلقى بقى الذهب بيور حاجة ياكلها ما في الذهب بقى صافي سبكناه وبقى السبيكة عيار 24 نرجعها تاني عشان كده بيقولوا ميزان الذهب بكفة الراجحة ما كلام ساي ولازم في حاجة مهمة جدا في تاريخ السودان القديم النحاس أغلى من الذهب أنا كنت مستغرب جدا إنه ليه النحاس أصلاً أغلى من الذهب حاجة غريبة أيوة. استعماله يمكن يكون الإجابة بتاعة الأستاذ وضحت فيها أيوة صحيح المنطق يعني. صحيح وبعدين يعني خلاص إحنا صفيناه وبقى بيور دارين نصنعه زي ما قلنا بنرجعه الى عيار 21 الصفينه وده فيه نحاس النحاس بيطلع في شكل بخار فيه فضه الفضه الحامض باللويبه تبقى زي الملح سايل يعني تكون عندك مويه بيضه قاعده طلعت الذهب المويه البيضه دي بتكبيها في اناء بيحمل يستحمل الحامض سبلات حبه والملح ملح طعام زرزريه ملح طعام تديها زياده مويه عشان تخفف الحامض بعد يومين بتترسب الفضه تديك نترات الفضه داخل الاناء نترات الفضه بتجي تسحب المويه ديك نترات الفضه تحت بتصهريها بتديك فضه يعني الفضه اللي كانت قبل ممكن ترجعيها فضه ايوه لكن احيانا بيكون نسبه الفضه فيه ما بتستحق
انه يلعبوا ليها لانه الفضه قيمتها بسيطه لانه التكلفه الكوستنج بتاعها عالي. انت الشغل ده تكلفته عالي عشان كده يعني الفضه بسيطه ما بتعمل مجهود يعني مجهود اللي لانه داير عائد مادي. أيوة وحاجه لا تنسى الشيء زي ما قال لك عثمان انه ما بتدعم فيها كثير يعني بالسيبه بعدين يعني في الطلة. انا كنت عايز اسال منه استاذ عاطف الطلة عندنا مساله الطلاء بتاع الذهب ده وتراب الذهب ده شنو ده عندنا نحن ده هو من تخصصه لك التراب الذهب ما هو الذهب الموجود لما الناس عملت الحجر وطحنت الحجر أيوة. وجابت الزئبق لمت الذهب ده باودر اساسا في بدايته باودر غير القطع اللي بتتلاقي موجوده دي يعني في قطع دي يعني بتجيب الاجهزه لكن حاليا الليله التنغيب بتاع التنغيب ده دي في حيث ما الطواحين الذهب الموجود في الحجر بيجيبوا الحجر للطاحونه بتطحنه بيطلعوا بيجيبوا ماده الزئبق بيلموا بها الذهب بيجيك بودره بتجي هنا بيجوا للناس شيخ عثمان ديل بتدي هم بيصهروا لك العمليه اللي قالها لي لا ما بصفي لك انت بتصفي في حاله شنو يعني دائما لو لقيت الكميه كبيره ودي ناحيه فنيه لقيت العيارات الاسهم قليله في الكميه يعني انت ممكن تصفي بتطلع لك زياده يعني دائما الاسهم لما تعمل الفحص التستنج ده انه يكون الاسهم دي قليله لو صفيته بتلقى فايده اكثر يعني ارتباط الذهب ده ذاته يعني حس الناس العامه كده بيقوم يقول لك مثلا الخريف ده ما سمح الذهب بينزل او الخريف سمح ولا العكس هي الخريف سمح الذهب بينزل الخريف سمح يعني الزراعه ما المكسب جايه عشان تشتري ما هم دائما للناس الغاليين ما هنا ما عندنا خرطوم ديل مرتبطين بالراس السنه ومرتبطين بالاعياد ولا يعني حاجات معينه كده فترات الزواج يعني احنا هسه هنا في التسوق في الخرطوم او في العاصمه هنا مرتبط مواسم معينه يعني زمان هسه احنا كنا العيد ده بننتظره بفارغ الصبر للبيع للبيع لكن هسه بيجي عادي الناس بتقفل قبل العيد بيوم بيومين بتمشي على بالذات الناس البره زينا كده شفتوا بيمشوا حالهم يعني لكن بيجي مرتبط هنا في ثقافه شنو بالاجازات شنو اللي بيخلي سعر الذهب يرتفع؟ يعني سعر الذهب ده اللي بيرفع شنو؟ هذا شغل عالمي شغل عالمي زمان على العرض والطلب ده زمان لكن هسه نحن مرتبطين بحاجه اسمها البورصه السعر العالمي السعر العالمي ده الزياده مع السعر الموازي عندك هنا يعني الليله سعر الدولار يعني نحن اخر مره سنه 2009 الاونصه كانت ب 1920 دولار الذهب كان ب 74 74 جنيه الجرام الليله الاونصه ب 1245 ها والجرام ب 1,400,000 ما في مقارنه مع العمله بتاعتك صحيح هي اللي يعني هسه نحن لو حسبناها الجرام ما المفروض يزيد من 30 جنيه لو بالسعر العالمي وعملتنا مستقره ما المفروض يزيد من 30 جنيه 32 جنيه ان شاء الله نصل للمرحله دي عشان نقدر نلبس الدهب انا شو هسه زويدة اتكلم في خلينا نسمع استاذ زويدة لانه مرتبط كلامه بتاعت الثقافه يعني مثلا قال لك الذهب مثلا السوداني والسعودي شنو كل أيوة. مثلا حاجه واحده احنا مثلا عندنا في السودان لما انا امشي مثلا السائق بطلب ذهب بقول عاوز مثلا ذهب خليجي اللي هو مثلا انا فكرتي عنه ان الذهب الخليجي هو مثلا نمره واحد كويس الذهب البحريني مثلا اعلى منه الذهب الكويتي كده فحكايه انه مثلا الذهب يعني انه كله حاجه واحده دي ليه احنا لسه ما قادرين نقتنع بالحاجه دي يعني هل ده تاثير المجتمع ممكن يكون دي ثقافه يعني دي ثقافه عندنا من زمان يعني انا بس اول مره اعرف انه الذهب حاجه واحده هاي حاجه واحده الدقه بس المختلفه الدقه لكن انا مثلا هسه انا مثلا لو مشيت بقول مثلا عاوز ذهب ايطالي او ذهب سنغافوري اللي هو مثلا هي الدقه بتختلف زي ما هم قالوا مثلا الذهب حاجه واحده لكن احنا مثلا في ثقافتنا انه الذهب الخليجي الكويتي مثلا الكويتي ده نمره واحد يعني صحيح هاي انا تعقيبا لكلام الدكتوره دي المشكله المخلي كلمه السوداني دي انه ما في لانه الختم ده خشه قريب ده يعني الذهب المختوم ده ايوه يعني خشه في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات خشه الشغل المختوم زمان الشغل ده الشيخ عثمان ده بتجيب لي بتقول لي يا اخي الشفه دي بيشتغل لك دايره عيار 1000 بيشتغل لك دايره عيار 21 وانت واثقه فيه ايوه
واصغه فيه يعني. الليله اي حبوبتك شفتي عندها ذهب من لحد قريب نهايه السبعينات انا بشتري منك بصوره ما يعني اكثر من انا. قامت خشت الشغلانه بتاع الشغل السوداني ده بتاع شنو الناس النفوس هاي يعني تبتي بتقول لي يا اخي ما هو ما في ختم. لا ما قبل الختم دي السمعه جابت الكلمه ترى عظيم عليك السوداني ده بتيجي بتقول لي يا اخي انا داير الشيف ده معروف زي ما قال لك اخونا محمد قبيل الشيف ده معروف عيارات لما تيجي تشيله هي بيصيغ ان انه بتطلع عيار لكن لما يجي يبيعوها يلقوا شنو عيار 500 عيار 14 ناقص لا حول دي الصيغه خلت كلمه سوداني. لكن برجع لكلامه انه اي ذهب نحن بنجيبه من صنع سوداني امريكي فنزويلي سنغافوري لازم يمشي المواصفات او المواصفات دي مسموح عليك بسيلة يعني عالميه العالميين ثلاثه اسهم في الجرام هم دي السهمين يعني حتى العالميين ضاغطين انه لا عشان كده بيقول لك انه ما يعني كلمه السوداني لكن الناس ما اخذ بشنو اي بالقديم ده بالقديم. أيوة. انا عايز اجي لاستاذ عباس هنا في حاجه يمكن كثير مننا بيكونوا عندهم علم بها. قبل اتكلمنا عن ارتباط الذهب بالمرأة وارتباط الذهب بالاقتصاد والسياسه حتى. في ناس كثيرين في الثقافة السودانية عندهم الذهب مرتبط بالعالم الآخر إنه بقول لك يعني حس ارتباط الزيبق من بدايته كده للذهب ذاته لبس الذهب كثير ويمكن في حوادث حتى بتروى الزول مثلا مشت البحر ملبسة بيتها ذهب البيت اختفت. إنه هل فعلا الجن برضو بحب الذهب زينا زي الإنس واحد؟ سؤال جميل. أكيد أكيد بيكون يعني كل مخلوقات لا تحب الجمال. صحيح. يعني الليلة الغزال لما نشوف له منظر حلو كيف. فكل مخلوقات لا تحب الجمال. فأكيد بيكون في ارتباط. عندهم علاقة. أكيد. ثانياً مرات يقول لك والله الذهب ده محروس حتى في المناطق الخلوية. أيوه. يعني ليه بيقول لك محروس؟ مرات في بعض الثعابين عندنا في سوان الحجارة الكريمة. الحجارة الكريمة بتجيب الحشرات. فالثعبان بيجي يحرس الحجارة الكريمة الحشرات عشان يتغذى عليها. فهم الناس بيفتكروا يشوفوا لهم ثعبان بيفتكروا الحجر أيوة الكريم ده تطلعه. أيوة أيوة, ايوه ايوه ايوه. لكن انا عاوز ارجع لكم لحاجة مهمة جدا. العملة السودانية الأولى كانت الذهب. لأنه اليابانيين وجدوا عملة مسكوكة مكتوب عليها باضع. باضع ده ميناء قام بعد السواك. ايوه. فكان بيبحثوا الى ان وصلوا الى باضع اليابانيين بعد ما طبعا اخذوا التصاديق وكذا. في باضع دي وجدوا شواهد قبور مكتوبه باللغه العربيه غير منقطه، معناها ده قبل الاسلام لانه النقاط كانوا بالاسود الدؤلي وسيدنا علي وحجاب بن يوسف. ده معناها المقابر دي من قبل الاسلام. صحيح. دي واحده. ثانيا وجدوا احواض لتعدين الذهب اللي هي العمله اللي وجدوها اليابانيين. دي اللي هي عملة ذهبية سودانية. لكن قد نتساءل كيف الآن نحن نستخدم الزيبق وهم زمان بيعملوا الذهب الخالص؟ عملوه كيف؟ عملوه كيف دي بيحتاج حلقة تانية. أيوة. لأن إحنا زمننا الذين أوتوا العلم ربنا وصلنا أوتوا العلم ويخرون للأسقان سجدا. إحنا محتاجين حلقة تانية يتكلم فيها عن تاريخ السودان تحديدا في كل المجالات. أنا شاكرة ومقدرة جدا أستاذ عباس المعلومات الثرة اللي تحفتنا بها. كتر خيرك كثير. شكرا شيخ عثمان. تسلم. كتر خيرك كثير استاذ عاطف واستاذه هويدا على الحلقه دي. وزي ما انت قلت احنا حسي عرفنا معلومات عن مزالت انه الذهب ده واحد. نتمنى حقيقي انه زي ما قال استاذ عباس ترجع عملتنا ذهب. ذهب في قيمتها مش في ملمسها. شاكره لكم كثير على حضوركم للحلقه. نتمنى حقيقي انها تكون فعلا حلقه من ذهب. شكرا محمد. شكرا للفرقه الانيقه في الازياء وفي الاداء. الختام عندك. شكرا لك. انا بس في الحته دي يعني بجد بشكر الفرقه اللي وقوف معاهم يعني. وبقدم اغنيه لاستاذنا سير العمده. هو مريض ربنا يواليه بالعافيه ان شاء الله. ربنا ان شاء الله باذن الله نسمع نصيبك كصيبك ان شاء الله. انتهت حلقتنا. كان طيبين ان شاء الله للجمعه الجايه بنتلاقى. ودعناكم الله. نصيبك نصيبك تفارق حبيبي. نصيبك نصيبك تفارق حبيبي. تعيش في زمانك يعيبة. تعيش في زمانك
زمن الخرافي نجوب الفيافي تضيع الغوافي يا فرح المهاجر مين اللي بيجيبك في الزمن الخرافي نجوب الفيافي تضيع الغوافي يا فرح المهاجر مين اللي بيجيبك زمن الخرافي نجوب الفيافي تضيع الغوافي يا فرح المهاجر حين اللي بيجيبك طح